نأمل أن تكون السنة الميلادية والسنة الهجرية دائما مطالبة أن تكون فعل خير على رياضة هذا الوطن. أرحب بإخواننا وشقنا التالي على مستوى الإعلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إعلاما مكتوبا بدون أن تكون هناك صورة إعلامية أو صورة رياضية تحديدا. فلهذا نحن نعتبر على أن إخواننا المصورين الرياضيين هم جزء منا ومكمل أساسي للإعلام، وبالتالي هنا تكمن أهمية هذا الجنس الإعلامي المتمثل في الصورة، والتي أصبحت الآن كما يقال دائما صورة ناطقة، في بعض الأحيان تكون أكثر تعبيرا حتى من المقال. فلا بد باسمكم أن نحيي زملائنا الصحفيين المصورين، وإن كنا نحن على مستوى اختصاصاتنا أنه نركن في مكان في المنصة، ولكن هم يصورون ويجولون كيف ما كانت أحوال الطقس، وهم يتواجدون داخل الملعب من أجل إكمالنا نحن كصحفيين، ومن أجل كذلك أن يضع المتتبع والقارئ في صوب الحدث من خلال الصورة. كذلك نعتبر نحن في إطار الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، نعتبر الجمعية المغربية للمصورين الرياضيين هم يمكن أن أقول على أن ابنا شرعيا للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، لأن من هذا التنظيم انبثقت هذه الجمعية، وانبثقت في وقتها لأن كانت هناك مجموعة من الصعوبات يتعرض لها الجسم الإعلامي على مستوى التصوير، وبالتالي تواجدها الآن كتنظيم قائم الذات له كلمته أصبح مخاطبا الآن فيما يخص المنظومة الإعلامية الرياضية، وبالتالي فأنتم منا ونحن منكم، ومرحبا بكم تكبلتم معنا السفر من دار البيضاء ومن الرباط، وحضرتم معنا ومع زملائكم الإعلاميين المصورين الرياضيين هنا بطنجة، والذي نعتبرهم كما قلت كما نعتبرهم أنتم على الصعيد الوطني، نعتبرهم هنا على الصعيد المحلي هم جزء منا ومكمل لنا. أنا أعطي الكلمة للسيد رئيس الجمعية المغربية للمصورين الرياضيين سي إبراهيم عيد سمرفل. تفضل. شكرا أستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، إخواني المصورين الصحفيين ورفاق الدرب في مهنة المتاعب، نتواجد اليوم بينكم تتمينا لما نكنه لفروع الجمعية المغربية لمصور الصحافة الرياضية في كل ربوع المملكة من احترام وتقدير، كما نجدد الثقة في فرع الجمعية في مدينتكم هي مدينة طنجة. كل الاحترام والتقدير للأخ عدنان قندسي الشاب الطموح والمجتهد الذي يحاول أن يقدم خدمات جليلة لفرع طنجة، رغبة منا في إنشاء ما سيخلفنا مستقبلا في هذه الجمعية. وبهذه المناسبة التي نعتبرها دفعة حقيقية للسلم الجمعية للأمام، يكون العمل الجد والجيد لما فيه الصالح العام، وبمناسبة تواجدنا معكم لن يفوتنا التكريم بعد الوجوه الرياضية التي أبنت البلاء الحسن في الميدان الرياضي بالمملكة عامة ومنطقة الشمال بصفة خاصة.
حيث سنكرم باسم الجمعية المغربية لمصور الصحافة الرياضية وجوها وفروقا أظهرت أحسن عطائها في الميدان الرياضي والصحافي. والسلام عليكم. شكرا سيد رئيس الجمعية المغربية للمصورين الرياضيين. وأعطي الكلمة لرئيس الفرع المحلي هنا في مدينة طنجة الشاب عدنان فردي. تفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إعلامية للحضور الكريم. مرحبا بالزملاء الإعلاميين وبضيوفنا من المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية وفي شخص رئيسها السيد إبراهيم عيد صبر. الإخوة الأعزاء، لا يسعني في هذا المقام إلى أن أتقدم نيابة عن زملائي في الفرع المحلي لطنجة بالتهاني الحار للسيد إبراهيم عيد صبر على الثقة التي حظى بها من قبل الزملاء المصورين الصحفيين بالمغرب، متمنيين له التوفيق والسداد في مهامه. كما نعلن من هذا المنبر أن الفرع المحلي لطنجة سيكون دائما بجانبكم لتحقيق ما نتمناه جميعا من الرقي والتطور لمهنة التصوير الصحفي الرياضي. وفي عجالة، ولكي لا أطيل عليكم، نشير أن فرع طنجة الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية يضم مجموعة من المصورين الصحفيين أغلبهم من الشباب. وكان أيضا لفرع طنجة الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية عمل منذ تأسيسه على تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة. ويمكن الاقتصار هنا على التذكير باهميه دورات تكوينيه في مجال تطوير فن التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي الرياضي ورشات ودورات تكوينيه استفادت منها شريحه واسعه من المواهب الواعده في هذا المجال. وعلى صعيد اخر، نظمت الجمعيه ندوه رياضيه بشراكه قصيده الكودس، وذلك لمناقشه القرار السائد انذاك والمتعلق بالمقاطعه الجماهيريه للبطوله وتداعيتها على الفرق الوطنيه. وفي المجال الرياضي ومشاركه منها احتفال الشعب المغربي بميلاد سمو الامير مولاي الحسن، كان لجمعيتنا شرف تنظيم دوري في كره القدم المصغره يحمل اسم الامير الجليل الحسن مولاي الحسن. هذا الدوري الذي عرفت نسخته الثانيه والاخيره نجاحا كبيرا. وايضا كان لجمعيتنا دور مهم في تنظيم ولوج المصورين الصحفيين لتغطيه مباريات اتحاد طنجه ومراكب بطوطه في مختلف المسابقات والتدورات الرياضيه. واخيرا وليس اخرا، اشكر كل من لبى هذه الدعوه ليحضر معنا هذا اللقاء، واخص بالذات كل الحضور المحترم لاني لا اريد ان استثني احدا. وشكرا لكشافه المغرب فرع طنجه واداره مركز التكوين وتقويه قدرات الشباب على التعاون معنا، ومرحبا بالجميع. شكرا لسيد القندوسي رئيس فرع الجمعيه المغربيه للمصورين الرياضيين بمدينه طنجه. على بركه الله سنشرع في تكريم مجموعه من الوجوه، وهذه كانت مبادره من الفرع المحلي للمصورين الرياضيين، وكذلك بدعم من طرف الفرع المركزي اعترافا بالخدمات الجليله التي قدمت من طرف مجموعه من المقربين للرياضه في هذه المدينه تحديدا. إذن التكريم الاول سيكون لرجلين أعطى الكثير على مستوى الرياضي في هذه المدينة وعلى مستوى كرة القدم. رجل انطلق كلاعب بهذه المدينة مع فريق اتحاد طنجة وعاش معه احتفالية، لأنه فريق اتحاد طنجة ظل 25 سنة في القسم الوطني الثاني وصعد سنة 1986. والوجه المكرم كان من صانع الى جانب زملائه لهذا الحدث. كذلك لعب مع مجموعه من الانديه هنا بالمغرب واحترف خارج ارض الوطن كلاعب، واحترف كذلك كمدرب خارج ارض الوطن. شاءت الصدف وانصفه الزمان، لانه انصفه الزمان اقولها بهذه الكلمه، وأتيحت له فرصة تقلد المسؤولية من أجل تدوير الشأن التقني لفريق اتحاد طنجة، وخلق الحدث وخلق الانتفاضة هنا بمدينة طنجة. نتمنى له باسمكم التوفيق، وأنادي على الإطار التقني الوطني المغربي ابن هذه المدينة السي إدريس المرابط فليتفضل مشكورا. أمين مال الجمعية المغربية للصحفيين للمصورين الرياضيين تسين الدير المحضوط.